ورجعنا تاني في بيت أميرة ومعانا القمر اللي بجد منورانا، اللي محباها يعني بجد عامله لنا جواهر من ايديها، تسلم ايديها طبعا بلمسة جميلة. وهي زينب ابراهيم المشهورة بزوزو، وانا حابة جدا زوزو ابراهيم جدا. ديزاين هاند ميد اكسسوار سيلفر. اهلا وسهلا، شرفتيني اهلا بيكي يا ونورتيني في بيت اميره. اهلا بيكي. مرعوبه وخايفه يا جدا جماعه، واقول لكم متوتره كده، وطرتني معاها منوراني. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ربنا يبارك لك ده زويك. احنا برضك معانا فيديو عم يحضروه. تمام. عندنا برضك حاجات كتيره هاند ميد من الاماريه برضك زوزو. ايه يا زوزو، ايه الحاجات الحلوه دي؟ عايزين نعرف امتى ابتديتي، وخشي كده ما تتوتريش. مبدئيا انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. تسلمي لي حبيبتي. انا ابتديت من 3 سنين. تمام. تمام. الموضوع كان لعبه، انا كنت بلعب، اختي كانت شغاله طبعا في محل مشهور، فابتدت تجيب لي حبه يعني اكسسوارات. لا ما هو بقى ابتدت بقى من هنا الموهبه، انا ما اعرفش ان انا عندي موهبه كنت اصلا. أيوة. ابتدى من هنا طبعا بقت تجيب لي يعني اكسسوارات كده يعني امكانيات، فابتديت انا طبعا اشتغل فيها، وبقيت طبعا اعمل عقده. ببص لقيت نفسي بعمل عقده اطفال، قلت ايه ده، هو ايه ده، انا ايه اللي بعمله ده؟ لا حاجه غريبه عليا. لا في موهبه. بس ابتدى بقى اعرض طبعا شغلي على الـ على الـ على النت طبعا. بس ابتدى بقى من هنا بقى الشغل. بس فابتديت بقى اللي هو اشتغل بقى اللي هو بعد كده بقى اكسسوارات بقى الكبار اللي هم الانسات. يعني لو حابه ستايل معين ممكن تعمله لي؟ ان شاء الله باذن الله اكيد. طب يعني السلسله بتختلف عن يعني اكسسوارز، انا شايفه حلقان وشايفه غوايش وفي طقم بتاع فستان زفاف جميله يعني. بس انا اتجوزت خلاص يا جماعه. لسه ما اتجوزتش بقى. تمام. جميل جدا وشكله حلو خالص، لو الكاميرا تجيبه يعني تحفه تحفه تحفه. والحاجات اللي معانا دي جميله برضو، عايزين نشوف اكتر. يعني ده يتعمل في كام يوم؟ ده يتعمل في يوم. في يوم؟ في ساعه كمان والله. غير بقى اللي غير ده مثلا، الحلق ده مثلا ده ممكن ياخد مني ربع ساعه والله. طب الاكسسوارز ده بتجيبيها من مكان معين؟ مكان بتختلف معين بقى منه. بتختلف الاكسسوارز من مكان لمكان؟ يعني بيقول لك في اكسسوارز رديئه، في اكسسوارز لا غاليه شويه. لا انا بروح المنبع نفسه. المكان. تمام. يا ترى دور جوزك ايه؟ يعني كان بيدعمك مثلا؟ طبعا هو دوره يعني دوره كبير جدا جدا معايا. هو بينزل على فكره يشتري معايا امكانيات الشغل. تمام. وطبعا لولا انا ما كنتش طبعا هبقى موجوده هنا. لا طبعا ليه فضل كبير طبعا بعد ربنا طبعا عليا. طبعا انا بشكره جدا 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 طبعا. طب وهو ايه رايه في شغلك؟ لا بيعجبه جدا، دايما بحب اخد رايه قوي. يعني عند يعني ما تعملي ستايل معين يقول لك لا ده محتاج كذا محتاج كذا. يقول لي مثلا زودي، لا اللي انت عامله ده كده لا في زياده، لا نقصي شويه كده. تمام. اهلك؟ لا ايه حوار اهلك يعني؟ في برضك بقى ايه طريقه اختك مش عارفه تتيل، زميلتك مش عارفه؟ لا والله انا عايزه اقول لك يا اميره، لا ابدا. انا كانت اللي هي اصلا خلتني ابتدي من الاول كانت اختي اللي اصغر مني والله. اللي هي طبعا معايا النهارده امل. فطبعا هي اللي خلتني. شكر برضك. طبعا بشكرها جدا 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 يعني. لا هي فعلا اللي خلتني فعلا ابتدي الشغل وفعلا اشتغل، واعرف كمان ان انا عندي موهبه. انا فعلا ما كنتش عارفه ان انا فعلا عندي موهبه ان انا ممكن اعمل اكسسوارز. معانا برضك الحاجات بتاعتها هتتعرض على الشاشه حالا دلوقتي. الشاشه تمام. وعلى فكره برضك بناتي برضك ليهم برضك الفضل، برضك مامتي وبابايا واخواتي البنات. ايوه عايزين في بيت اميره كده تقول لنا لا كل لا لا اللي عندك بجد كله. بجد دايما بيدعموني طبعا. اهل جوزي برضك بيدعموني جدا 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 يعني. ونوجه لهم الشكر برضك. بجد أكيد. بجد بشكرهم. طب ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ يعني السلاسل ولا الحلقان ولا الاساور؟ ايه اكتر حاجه مايله ليها ان انت اعملها على طول اعملها؟ دايما تيجي وتيجي جميله معاكي. دايما تيجي في دماغي فكره السلاسل. السلاسل دايما. ولو ان انا اعمل شكل جديد اعمل شكل. بتاخد مني وقت اطول. يعني الاقبال عندك برضك ازاي؟ بيطلب منك اكتر حاجه ايه؟ السلاسل. السلاسل برضو. وبالذات طبعا اللي في الجامعات.
والوانات بتشتغلي بيها يعني الالوانات الكتيره. انا شايفه الوانات مش سيلفر زي بس يعني. هو بنتكلم على بنات الجامعات، ممكن تبقى حاجه زي كده في ستايلات رقيقه كده وظلمانه، جدا تحس جدا. ان هي جميله جدا فعلا برضو. واو جميله شكلها برضو. ده شاموا مع سلسله عاديه جدا، بصي بسيطه جدا جدا جدا، وبتبقى شيك جدا لنا على برضو اللبس. كنت يعني جايبه جلد مع انا لا ده شاموا كجلد، فهو جلد. وطبعا يعني الحاجات اللي بوريها لك دي يا اميره بتتلبس على هدوم كاجوال، تمام، ساده. يعني زي اللي معانا يعني. انا ممكن حد اصلا يتصل يعني عليا. الماتيريال بتاعته ايه مثلا؟ بصي ده جلد، جلد تمام. مدفر. تمام، معاه جلد. في الكاميرا بس اللي في وشك كده نوجه بس علشان. ده جلد مدفر، تمام تمام، معاه جلد رفيع جدا، تمام. يعني استايلين في بعض، استايلين طبعا في بعض. هما اتنين في بعض، تمام. بس والكوينز بقى الكبيره اهو معاها، عامله كوينز، معاها كوينز صغير. فبجد بجد بيبقى شيك جدا. انا ممكن على فكره كمان يا اميره ان مثلا بنوته تتصل عليا تقول لي مثلا انا لبسي كذا كذا ورايحه المناسبه، يعني بتعرفك اللبس ايه، المناسبه كاجوال ولا اروح انا بقى مصممه لها الاكسسوار عليه. واو جميل برضو. جميل، وبرضك مستخدمه فكره الاحجار يعني. شايفه ده حجر عقيق جميل. دولية. في ده بقى اللي بتعب فيه بقى يا اميره، اللي هو شغل يعني المسامير. لا بتعب جامد جدا فيه. لا انا بقول الاحجار فعلا، في ناس بتقول لك حجر معين عايزينه في سلسله معينه. طب عايزين نشوف ده برضك جميل. جميل جدا وشكله رقيق جدا. ممكن برضه واحده تتصل عليا تقول لي برضك عندي مناسبه خاصه. بالتاكيد عندي حفله، طبعا عندي خطوبه، فرح صاحبتي الخطوبه من وعندها الحاجات دي كلها. وطبعا ولو ده يتلبس على فستان سواريه هتير كده، تمام. معاه طبعا جدا الهوشه بتاعته. احنا برضو الحاجات دي يا جماعه عشان تبان الحاجات دي طبعا. وطبعا طبعا والاطفال طبعا لازم، انا بحب افرح الاطفال جدا كمان. دي اطفالي ولا كبار؟ لا دي كبار، دي كبار. انا هوريك الاطفال كمان بعمل من سن كذا لكذا يعني. يعني واو، كل اعوذ برب الناس. جميله دي السلسله بتاعته والخاتم. الاقبال عندك يعني بيقول لك انا عايزه حاجات دينيه. ده الخاتم يا اميره. واو، يعني ده الخاتم بتاعه. الخاتم كمان. احنا نجرب الخاتم يا جماعه على الهوا كده. جميل وشكله برضك شياكه يعني وغريب. مبروك عليك يا اميره. مبروك عليك يا اميره. يا جماعه تسلمي، تسلمي كل جزء والله. هنسيبه بس هنا شويه. انا كنت عايزه اعرفني برضك على الغويش. الغويش برضك هنعرضها. هنعرضها اهي. مش عايزه بقى اظلم الاطفال معايا، البنوات الحلوين الصغننين. عايزه بقى اوريهم الشغل بتاعهم عشان هم اكيد بيقولوا فين دلوقتي الحاجات بتاعتنا. نطلع فاصل ونرجع تاني بشغل الاطفال وهنقول الفقره التانيه بتاعتنا. فاصل ونواصل في بيت اميره. ورجعنا تاني في بيت اميره، واللي منورانا النهارده زينب ابراهيم. زوزو ازيك؟ ازيك من جديد بقى. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاطفال وحاجات الاطفال. قبل ما نخش الفقره بقى الثانيه بتاعتنا، عايزين نشوف الاطفال برضك. الاطفال اهو يعني بدايتنا من سن الاكسسوارز. ده اطفالي ولا كبار؟ لا كبار. كبار، تمام. طبعا انا بحب طبعا شغل طبعا الفراعنه جدا. انا بحب واو جميل. الشغل ده قوي. تمام، نزوره على الكاميرا يا جماعه لو سمحتم. ده يعني شغل جميل. طبعا انا سلسله مدخله طبعا جواها الجلد. فده ستايل برضك لذيذ جدا. جميل. طول الاطفال. وبرضك في امهات مثلا ممكن يقولي لي اعملي مثلا لبنتي نفس الستايل بتاعي. برضك. بالتاكيد بعمل لها هي طبعا الكبير، وبعمل لها هي طبعا بنتها. أيوة. طبعا الصغير. ده اكسسوار. جميل، شكله جميل جدا. ده من سن 3 سنين. تحس ان هو فرحه كده وبهجه. لا وكمان يعني انا عامله زي اللي هو الستايل الكبير. الكبير طبعا. فده من 3 سنين، ده الـ5 سنين. جميل جدا ما شاء الله.
تسلم ايدك. معانا حاجه تانية، ده من 6 سنين. واو ده جميل. ده من 6 سنين كبار يا جماعه، يعني من 6 سنين ل10 سنين تحفه يعني، جميل جدا ورقيق فعلا برضه، ولونه لونه جميل يعني، لونه انا تحسي كده. بس انا من الالوان يعني، انا عامله الالوان اللي انا بحبها فعلا. يعني انت بتجيبي الالوان اللي انت عايزاها. لا مش اللي انا عايزاها، لا ما هو انا مش، ولو حد طلب منك لون تاني بنفس الاستايل بتجيبيه؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا تمام. وده نفس الستايل برضو بس لون تاني. ده من 11 سنه. تمام. ده من 11 سنه ل 15. تمام جميل جدا. احنا معانا مكالمه، قولي الو. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. مش عارفاني مين؟ لا حذري بقى، فاصدري يعني. مين؟ اتفضل حضرتك. ايه؟ لا والله. ايوه انا بتمنى لك ربنا يوفقك في شغلك. ربنا يبارك في حضرتك. بس لا برضك تقول لها مين؟ لا ما انا هي المفروض تعرف. انا علي يا زوزو. علي. ايوه. ده علاء جوزي يا جماعه. ده طبعا ليه الفضل طبعا الكبير بعد ربنا طبعا اللي خلاني ابقى موجوده في المكان ده. فبجد انا بشكرك جدا 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 بجد. مش عارفه صراحه اقول لك ايه بجد يعني. ربنا يوفقك كده وان شاء الله. حبيبي ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك ويبارك لي فيك يا رب. احلى مكالمه فعلا. باذن وباذن الله من تقدم لتقدم ان شاء الله. وبقى نقول الفقره الثانيه بقى، تقولي مين؟ تقولي لمين يا زوزو بقى؟ ارحميني او ارحمني. ارحميني. يعني هقول ارحمني اللي ما بتحبليش الخير. تمام. بس اللي دايما بصالي في حاجه يعني، بصالي في اللي انا شايفاني حاجه، وانا فعلا الحمد لله يعني، الحمد لله انا قنوعه جدا وعلى قد جدا. الحمد لله. طب تقولي لمين برضك؟ اوعى تسيبني او اوعى تسيبيني. اوعى تسيبني او اوعى تسيبيني. بصي، هو اوعى تسيبني بالتاكيد جوزي. اوعى تسيبني يعني، دايما بحبه يبقى جنبي. ربنا يخلي لك طبعا دايما. واوعى تسيبوني اهلي طبعا. اهلي وبناتي ما شاء طبعا الله. حبايبي والتيتا بتاعتي طبعا. يعني التيتا بتاعتي بحبها جدا 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 جدا، وربنا يبارك لنا فيها يا رب. الله يا رب. وطبعا خالته وعمته ومامتي. عندك حبايب كتير. حبايبي طبعا يعني. لا كتير جدا جدا جدا. ولا واخوات جوزي وحماتي دلوقتي ان انت موجوده معانا. انا بحبهم جدا جدا جدا، ربنا يبارك لي فيهم اجمعين يا رب. اللهم امين يا رب. تقولي لمين برضك؟ يا بنت الناس الطيبين. يا بنت الناس الطيبين. واحده كده بتقولي لها ايه يعني؟ سؤال محير قوي. يعني واحده بقى اللي هي عندك في قلبك كده جوه منك يعني، اقولها ايه؟ ما تروحيش ولا تيجي الا بيها، تتصلي عليها تقولها إيه؟ طب انا عايزه حاجه تلاقيها جنبك، تلاقيها جنبك في المشكله قبل الفرح يعني. هما اتنين. تمام. اختي الكبيره ايه. تمام. طبعا دي حبيبتي جدا. مين تاني؟ مش فاكره ولا ايه؟ لا مش فاكره. هم اخواتي الكبار آية ورهام. رهام دي بنت خالتي وطبعا اختي الكبيره. دي بقول لها ان شاء الله ربنا يخليهم ليكي دايما. ودايما يشوفوكي من تقدم لتقدم ان شاء الله. انا قلت فعلا ان انت مستحجمه، مش راضيه تيجي برضك، مستخدمه الاحجار. مستخدمه الاحجار بس انا شايفه الحجر ده بالوان مزدوجه. هو الاحجار اصلا يعني اشكال والوان بتستخدمها كتير او حد بيطلبها منك كتير طبعا ولا؟ بصي انا بجيب الحجر يا اميره. طبعا انا شغل الاحجار ده بجيبه بالطلب. انا ما اقدرش اعمل شغل اكسسوار حجر تمام وبعد كده يقعد جنبي، لا. والحجر ده ليه ناسه. فعلا لا فعلا. طبعا ليه طبعا الناس اللي بتلبسه. طب ايه اكتر الوان انت بتحبي تستخدميها بتحس ان هي فعلا بتطلب منك او مبهجه؟ ايه اكتر الالوان؟ انا شايفه ان الزهري الاكسسوارز ده يعني اكتر حاجه انت عاملاها السيلفر. اكتر شغل فعلا بتطلب السيلفر في الانسيالات والاساور برضك يعني سيلفر. احنا قلنا ده تمام. ده يا جماعه اللي هو فرعوني في ده برضك فالله حافظا. ده برضك تحس ان هو ديني اسلامي. حاجات اسلاميه برضك. وده
ده طبعا برضك بنات جامعات. جامعات جامعات طبعا اللي حابب يلبسها واحده بيلبسها، اللي حابب يلبسها اتنين بيلبسها، اللي حابب يلبسها، بس هي عامه هي بتلبس ثلاثه. بس طبعا يعني ثلاثه مع بعض من دول، كل واحد كل واحد وذوقه طبعا. يعني ثلاثه من دول مع بعض. انت عايز تلبسيها كام واحده، واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ بس يعني بيشخللوا كتير يعني. ده برضك حب مصر. حب طبعا حب مصر. تمام. انا عشان بس الحاجه محطوطه مش باينه، فبنعرضها للساده المشاهدين بحيث ان تتشاف اكتر، لان فعلا تستاهل ان هي تتشاف يا جماعه. جميله جدا ورقيقه يعني اهمت. دول يعني بيكونوا ثلاثه مع بعض او ممكن واحده مع لوحدها. ده وده عايزه اتكلم عن ده اكتر برضو. كنت بتعمليه ازاي؟ احسن انا حاسه ان هو يعني طبعا حاجه استك. ده لازم يتعمل استك عشان طبعا كمان على ستايله ما ينفعش تركب له قفل، ما ينفعش تركب له حلقه. تمام. يعني عرفينا اكتر برضك. يا جماعه انا هلبسه لكم كمان. تمام. انا قصدي احسن ده جامد عن اللي معاكي. ده طبعا ده خفيف جدا طبعاً. ده شغل مواسير. فطبعا الماسوره طبعا خفيفه. تمام. وده والله انا كان نفسي البس الاكسسوارات كلها صراحه. يبقى انت المودرن يعني بجد. تلبسي كله وهي العريضه بتاعتنا. ده جميل جدا، بيبقى شكله بجد في الايد. بتشكليه بقى عايزاه تحت طبعا بعضه. فينا نلبسها كده جنب بعضه. تمام. شكله جميل جدا كده. خلصنا الاساور، خلصنا عليها كده. نيجي بقى للحلقان. انا من ساعتها وعماله ابص لده. ده حلق. ده حلق. ده انا قلت لبنوته صغننه ده تلبسه في ايديها. في ايديها. لبنوته صغننه دي جميل جدا وشكله غريب برضك. يعني تحس ان انت عاملاه. بحب اعمل الحاجات اللي فيها حاجه غريبه. الناس تقول واو، يعني اللي هو ايه مش تقليدي. في بتطلب منك حاجات غريبه فعلا؟ ايه اكتر حاجه اتطلبت منك فعلا تحس ان هي غريبه؟ هعملها ازاي؟ بصي ده انا عاملاه غريب. انا تقريبا اول مره بعمله. واو جميل. دي الطبقتين. طبقتين. ده كريستال. ده كريستال زهري بال السلسله. طبعا ده بالاكسسوار الاسوره. الاسوره بتاعته تمام. شكله جميل ولونه تحفه. لا جميل جميل. انا محتاره دلوقتي يا جماعه. انا محتاره. طب المشاهدين هيحتاروا برضك. ما احنا معانا هدايا برضك، معانا من زوزو ثلاث هدايا لمتابعين قناه. يعني قايله لنا. طب قولي انت الهديه بقى. خلاص انا مش قايله يعني. انت صاحبه الهديه، المفروض ان انت تقوليها يعني. انا صاحبه الهديه. تمام. طبعا هي لو طبعا بنت في جامعه تمام تقدر تختار. هي بقى تقدر تختار من دي ومن دي. عندنا هدايا، ثلاث هدايا من زوزو. تمام. فرجيه برضك عشان تيجي يجيبهم. هي دي، هي دي لو في الجامعه ان شاء الله. لنا ثلاث هدايا من برنامج بيت اميره. على صفحه بيت اميره اللي هيتفاعل مع القناه اكتر ان شاء الله باذن الله هيحصل على هديه من المصممه زوزو. يعني بجد. وطبعا جميلة. الطفله طبعا بردك اللي هتتفاعل بردك. لا ليها بردك الطفله اللي هتتفاعل يا جماعه. الطفله اللي هتتفاعل. وانا عندي اطفال كتير يعني. طبعا تقول سنها قد ايه عشان مش كل الاكسسوارات طبعا بتنفع لكل السنين. تمام. معانا الاستاذ وليد عامل مداخله برضك. استاذ وليد شعلان. الو صباح الخير. صباح النور استاذ وليد. استاذ الغالي اميره شعلان، ازيك اخبارك؟ ازي حضرتك؟ منوره. منوره النهارده برنامج جديد، برنامج بيت اميره. منوره جدا وبدايه موفقه ان شاء الله يا رب. بعد انتهائك من نعم التطيع وبدايتك مع بيت اميره موفقه ان شاء الله. كله بفضل ربنا وفضلك معانا. ربنا يخليك. احب اشكرك اولا على هدايتك النهارده لعمر لعيد ميلاده. اشكرك على الهدايا المتميز منك. اشكرك شكرا جزيلا يعني. لا ده زي ابني والله.
يعني ربنا يخليه لك دايما، وان شاء الله تشوفه المذيع المستقبل باذن الله، اصغر مذيع ان شاء الله دلوقتي، وتشوفه ان شاء الله اكبر مذيع ان شاء الله في المستقبل باهر ان شاء الله. الضيفه الجميله اللي معانا بقى ما شاء الله عليها متميزه جدا، حياتها متميزه قوي، وعجبني قوي لما دخل زوجها، لا وعجبني لما دخل زوجها وما عرفتوش، ده احساس رائع وجميل عجبني قوي، واكيد هينفخها بعد الحلقه اكيد يعني ما فيهاش نقاش يعني. اتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله، وحلقه موفقه ان شاء الله يا رب. ربنا يخليك، احنا في بيت اميره ما بنجيبش اي حد فعلا، بنجيب الناس الموهوبه فعلا. في اخر الحلقه بس عايزين نقول في قريه اهل صنباط، قريه العباقره، وهو حل مشكله موقف صنباط. موقف صنباط يا جماعه مترخص واشتغل فتره وجه فجاه رجع تاني اتوقف. نطالب من اعضاء مجلس الشعب المحترمين حل مشكله موقف صنباط وتشغيله عن جديد. تمام ان شاء الله باذن الله، استنوني في حلقه جديده من برنامج بيت اميره ان شاء الله كل يوم سبت. هتروحوا فين؟ بيت اميره مستنيكم، في امان الله. متشكرين يا احلى زوزو كده.